ورجعنا لكم من تاني بعد ما دخلنا الفراخ الفرن، سايبينها تتعذب جوه بقى وتستوي براحتها. بقول لك ايه، الفرخه دي والله بيفرشوا تحتيها شويه، يعني اسمها فرشه الرز، اللي هي ما تاكلش عيل صغير، ومعاها شويه سلطه دقوس قد كده عباره عن طماطميه وفلفلايه كده، يعني تعبانين عند الخضري مش لاقيين حد يشتريهم، يفرموهم كده ويبيعوها يعني اقل حاجه 450 جنيه. ليه ما اعرفش، يعني هي قدامنا هي حته فرخه مش هتكمل 120 130 جنيه، وشويه رز مش هيكملوا يا ستي 30 جنيه نص كيلو. عملتي اكله حكايه، طماطميه من عندك، فلفلايه من عندك، قطعي طبق سلطه ولا سلطه دقوس، وعملتي اكله حكايه. نفس اللي بجيبه لك دايما في البرنامج معايا، هو ايه اللي بجيبه ده؟ اللي هيقوله لنا استاذه مها عطوه، خبيره التغذيه العلاجيه. اهلا اهلا. اهلا بيكي. عامله ايه؟ قلبي منور على طول. الاخبار؟ الحمد لله. انا ادخل الفراخ في الفرن من هنا واستناكي تيجي تقولي لي بقى. تسلم ايدك. طبعا تسلم ايدك على الاكلات الحلوه. مبسوطه لما بتعملي بقى اكلات حلوه كده وصحيه وما فيهاش اي، طبعا احنا كده كده ما فيش اي مشاكل معانا طبعا. بس انا ببقى مبسوطه لما يعني نقعد نعمل افكار حلوه كده للاكلات، تخلي واحد ما يزهقش، وفي نفس الوقت ايه، ما بتزودش قوي في الوزن. وطبعا القصه بالنسبه لي انا بحب دايما طول الوقت. انا النهارده كنت جايه وانا جايه من الشغل وكنت عاملين لايف. يا ساره انت ايه دايما الاكل؟ انا دايما بفكر في ايه، الاكل الحلو اللي مش مقلي. قصه مقلي بالنسبه لي دايما ازمه. انا ست بحب الاكل وبحب ان انا اكل اكله حلوه، يعني انا كساره يعني. وبعدين عايز اقول لكم حاجه، في فرق بين ان احنا عايشين علشان ناكل وفرق ان احنا بناكل علشان نعيش. احنا مش عشان نفضل ناكل ناكل ونلغ خالص، احنا يعني بناكل علشان نعيش بس. واحنا بناكل عشان نعيش ناكل حاجه حلوه تبقى جميله تفتح نفسنا، سواء كانت بقى فيها لحوم فيها فراخ. انا كنت عامله على البيج بتاعتي وصفه عجه، لقيتها حطها بالليل الصبح بقت عامله 6 مليون مشاهده، لانها عجه بطريقه جديده ومبتكره وحلوه، عجبت الناس، الظروف الاقتصاديه، نفس الطبق اللي جايباه النهارده. انا دلوقتي بتكلم في ايه؟ ليه اسلق الفرخه واحمرها؟ طب ما هي دي دهون. انا ممكن السمكه البلطيه ملهاش طعم الا في التحمير، اخلي السمكه بلطيه، لكن الفرخه اعملها مره مندي، اعملها مره تكه، اعملها مره مشويه في الفرن، اعملها مره على صينيه بطاطس. طب يا ساره انت دلوقتي عايزه تقولي ايه؟ انا عايزه اقول لكم ان احنا ما شاء الله دايما بنوفر في البرنامج الاكلات الاقتصاديه اللي سعرها حلو، اللي ما بيزودش في الوزن. ليه؟ لان انا دلوقتي انا عندي كلمتي، هخليكي تاكلي من الاكل اللي انت عايزاه واللي انت عاملاه وما تتخنيش. طب ده هنقدر نعمله ازاي يا استاذه؟ طبعا هنقدر نعمل ده، وخصوصا كمان احنا الايام دي دلوقتي داخلين على مدارس، الاطفال معظمها اللي ما بتحبش تروح ولا دروس ولا مدارس، وبيقعدوا يتنمروا عليهم. طبعا انت عارفه معظم الاولاد اللي بيبقى وزنهم زايد، غير ان هم طبعا ما بيعرفوش يتفاعلوا مع اصحابهم، وساعات في اطفال ما بتحبش تروح المدرسه بسبب ان هم بيتنمروا عليهم. طبعا الدروس ابتدت وطلبه ثانويه عامه، والضغط والتوتر بيرفع من هرمون الكورتيزول، فده كمان بيخليهم ياكلوا بطريقه اكبر ووزنهم كمان بيزيد. عشان كده دايما نلاقي معظم طلبة الثانوية العامة فجأة وزنهم بيزيد. فاحنا الكورس بتاعنا اللي هيخلينا ناكل كل الاكل ده بس بكميه قليله، وكمان هننزل في الوزن، وكمان بيناسب الاطفال اللي احنا بنتكلم عنهم. كل اللي بنعمله على الشاشه، كل اللي بيشوفوه على الشاشه، انا النهارده عامله ايه، امبارح كنت عامله ايه، بكره هعمل ايه، كل اللي انا بعمله اللي انا باكل منه بقول لك هتاكلي منه مش هتزيدي في الوزن. طبعا ده استاذه مها بتعرفنا ايه المنتج اللي هيساعدنا وهيدينا الدفع علشان ايه، نخس في الوزن وما نزيدش. ايه بقى يعني، عرفيني بقى ايه المنتج. تمام. المنتج انا عارفه هو الكورس طبعا. أيوه. بتاعنا وان سليم. أيوه. احنا الدهون بتاعتنا نتخيل مثلا ان هي مثلا عباره عن سفنجه او اي حاجه بتبقى موجوده في بين خلايا الجسم وتحت طبقه الجلد، فاحنا ازاي الدهون دي نتخلص منها، او ايه الطريقه اللي احنا نتخلص بيها منها؟ ان احنا لما الجسم طبعا بيحتاج ياخد من الدهون دي عشان يدي لنفسه طاقه عشان يحولها لسكر وتبقى الغذاء بتاع المخ. احنا عشان نتحرك محتاجين للسكر والدهون، بس اللي بيزيد عن حده بيتحوش عندي في جسمي. ازاي اتخلص منه؟ بان انا اقلل كميه الاكل، بان انا اتحرك، بان انا اكل اكل صحي. بس طبعا كل الحاجات دي كلنا عارفين ان هي احنا عارفين ايه اللي المفروض نعمله، بس ما عندناش القدره او الاراده ان احنا نعمل كده. فاحنا بنجيب العامل المساعد ده عشان ايه؟ عشان لو انا عندي شهيه او باكل كتير جدا اسد الشهيه معاكي، فالكميه الاكل معايا تقل، فبالطبيعي جسمي هياخد من الدهون ويحرقها. ان انا عايزه اتحرك، الكورس كمان بيبقى بديل للجيم، بيخلصني من الخلايا الدهنيه اللي موجوده في جسمي او موجوده في المناطق العنيده بالتحديد، ويخلصني منها من غير ما اتحرك او اعمل رياضه. بس يستحسن برضو لو حتى هنتمشى او نعمل اي حركه في البيت، دي كافيه جدا.
كمان لو عندي سوائل زي ده في الجسم، كمان لو انا بعمل دايت وبرجع ازيد في الوزن تاني، كل ده بنقدر نتخلص منه بالكورس ده. العامل المساعد او الزقه اللي بتساعدنا ان احنا نقدر نعمل الطريقه الصح او نعيش بطريقه صح، بس بحاجه تساعدنا ان احنا نسد الشهيه ونحرق واحنا قاعدين، كل الحاجات دي في الكورس بتاعنا. كمان الكورس بتاعنا عاملين عليه 4 عروض. الكورس طبعا اللي بيسد معايا الشهيه، العلبه دي بتسد معايا الشهيه من 6 لـ 8 ساعات، طبعا باخدها قبل الفطار بنص ساعه، والعلبه دي عاملين عليها عرض زي عرض الشهر، فيها 30 كبسوله باخدها قبل الفطار بنص ساعه، كفيله ان هي تعمل لي بديل تكميم المعده او بالون المعده، بس طبعا من غير اي اثار جانبيه. دي عليها تخفيض 30%، وكمان بناخد معاها فيتامين دي هديه. كورس الشهرين بقى هي العلبه صغرت ولا انا بتهيألي؟ ده علبه مختلفه، بس هو نفس الفيتامين دي وبرده بتكفيني. بس دي مش عندي في البيت دي يا جماعه، مش افترض انا عامله على حاجه تيست الاول ولا ايه؟ حلو شكلها حلو زي ما في كبسولات فيتامين دي حجمها اكبر وفي حجم اصغر. حلو ده. كورس الشهرين بقى معايا العلبتين دول للناس لو عايز تنزل مثلا من 20 ل 25 كيلو، عندها دهون، عايز تلعب رياضه، عندها الكتله العضليه ضعيفه من كميه الدهون اللي حواليها، فده بيحسن لي كمان من الكتله العضليه وبيخلصني من الدهون المتراكمه. ده للناس اللي عايز تنزل من 20 ل 25 كيلو، كمان عاملين عليه تخفيض 40%، وبناخد معاه الهديتين، الفيتامين دي اللي بناخده الصبح قلنا، وكريم شد الترهلات ده بندهنه على المناطق اللي فيها دهون عنيده زي الدراعات، زي البطن السفليه، زي الكرش عند الرجاله، الارداف، تنايات الظهر، اي منطقه فيها دهون بندهن عليها الكريم ده. كمان الناس اللي عايزه تنزل اكتر من 30 35 كيلو بناخد كورس الثلاث شهور. كورس الثلاث شهور بيبقى نفس كورس الشهرين طبعا بالتبادل، العلبتين دول بنخلص الشهرين برضو قبل الفطار بنص ساعه، بنيجي اخر شهر بقى بنثبت بالعلبه دي، دي بتثبتني على الوزن اللي انا عايزاه، يعني بعد ما بوصل للوزن المثالي بيبقى اخر حاجه معايا التثبيت، لان كمان بتخلصني من السوائل الزايده في الجسم وبتثبتني على الوزن اللي انا وصلت له. كمان عاملين عليها تخفيض 50%، والكريم شد الترهلات والفيتامين دي هديه. الكورس المكثف بقى ده افضل حاجه بالنسبه لي، لان هو من اول شهر بننزل 15 كيلو، لان الجرعه كمان بتبقى مكثفه والمفعول بيبقى مكثف، كل حاجه بتبقى بالنسبه لي مضاعفه، لان من اول شهر بناخد جرعتين، واحده قبل الفطار وواحده قبل الغداء، وان سليم وان فيت. ده أول شهر، تاني شهر بنرجع نكمل بالوان فيت، وتالت شهر بنثبت بالعلبة الخضرة دي اللي هي علبة التثبيت اللي هي وان بيرفكت، ده عاملين عليه تخفيض 60%، وكمان الهديتين الفيتامين دي والكريم شد الترهلات. كمان رجعنا عملنا رحلة العين السخنة للناس اللي ملحقتش برضو المرة اللي فاتت، معانا الرحلة لسه مكملة، أي حد هياخد الكورس يبعت لنا الرسيت على صفحاتنا ويقدر يكسب معانا رحلة العين السخنة. طبعا للتواصل تقدروا تاخدوا الكورس من خلال الأرقام اللي بتبقى ظاهرة معانا على الشاشة، سواء اتصال عادي أو واتساب، كمان صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف. المتابعة كمان بتبقى معانا مجانية، مش هنروح أي مكان ولا هنتابع ولا هنروح عيادات، واحنا قاعدين في البيت هيتابعوا معاكم، وكمان الشحن بيوصلني المنتج مجانا لكل المحافظات في مصر. حلو قوي الكلام ده، وزي ما استاذه مها قالت للتواصل عن طريق الارقام الموجوده على شاشه، الاتصال العادي والواتساب معانا 6 ارقام قدامكم اهم يا جماعه عشان تتواصلوا عليهم، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف، الكورس هيجي لك لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. ايه رايكم نشوف الحالات الجميله اللي خست معانا يعني ابطال الوان سليم، كانوا ايه في الوزن وبقوا ايه في الوزن؟ يلا بينا نشوف. عايزه اقول لكم ان شاء الله الكورس بتاعنا بجد محقق نتائج هايله واكتر من هايله، وكمان الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه. معانا اول حاله خسر 27 كيلو في شهرين ونص، شايفين كان ايه وبقى ايه؟ على فكره نفس الانتريه وراه، هو شايفين هو هنا ما شاء الله كان عامل ازاي وهنا بقى عامل ازاي ما شاء الله، ولا بقى في كرش ولا تسدي ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الكورس بتاعنا محقق نتائج عالميه. يلا بينا على الحاله الثانيه، خسرت 35 كيلو في 3 شهور، شايفين طبعا ولا تسدي ولا منطقه جناب صعبه ودراعات، الدنيا بقت حلوه. ايوه دي الدهون اللي بنتكلم عليها، الدهون العنيده ما بتنزلش باي دايت ولا اي رياضه، فالجسم بيتخلص منها عن طريق الكورس. يلا بينا على الحاله الثالثه، خسر 25 كيلو في شهرين ونص، شايفين الفيست هو كان لابسه هنا ازاي؟ مفتوح من عند البطن وضيق من عند الصدر، لابسه الناحيه الثانيه باريحيه ما شاء الله، مريح عليه كده ومظبوط،
حلو جدا، يعني خلاص الدرعات والتسدي والكرش كله راح، كله راح في الوبا، كله راح في الوان سليم. يلا بينا على الحاله الرابعه، خسر 27 كيلو في شهر ونص. شايفين يا جماعه نفس التيشيرت، الكرش نفس التيشيرت هنا ملبوس الكرش، يعني شكله مع التسدي مع الدرعات، الناحيه الثانيه ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الكرش اتظبط والتسدي اتظبط. مبسوطه جدا جدا النهارده معانا حاله واحده لوحده، ست وثلاث حالات لرجاله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الرجاله عندنا يا جماعه بقوا كمان يهتموا وينزلوا في الوزن، احنا عندنا مشاكل كبيره جدا مع الرجاله، اللي يتكلم ويقول انا راجل قاعد على مكتب وباكل غصب عني فلاقي نفسي في زياده في الوزن، يقول لك انا راجل بسوق الموضوع معايا صعب. ما شاء الله يا جماعه الكورس بتاعنا زي ما انتم عارفين كورس مكون من اعشاب طبيعيه، كورس مصرح من وزاره الصحه، فهو امن امن امن. معانا تليفون ونقول الو. الو، اهلا اهلا، ازيك يا شيف عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله منوره الدنيا والله. نورك يا قمر حبيبتي. ازيك يا دكتور عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. انا عايزه اقول لكم مفاجاه والله، عايزه اقول ان انا خسرت 25 كيلو في شهرين. 25 كيلو في شهرين؟ 25 كيلو في شهرين؟ شهرين ولسه مكمله برضو مع الفريق الطبي ما شاء الله. خدتي كورس ايه يا روحي؟ تقولي ايه؟ خدتي كورس ايه؟ خدت كورس 3 شهور ولسه مكمله برضو مع الدكتور جهاد ما شاء الله. انت فاضل لك كده بس التثبيت، يعني خلصتي شهرين وفاضل لك هتثبتي ولا خدتي كورس؟ انت خدتي كورس 3 شهور. خدت كورس 3 شهور، خسيت في شهرين 25 كيلو ولسه مكمله ولسه هثبت برضو، فاهماني؟ ما ابتديتيش لسه في اخر الشهر اللي هو التثبيت؟ لا لسه ما ابتديتش. تمام، عايزاكي بقى تكلمينا وقولي لي هتنزلي كمان كام كيلو، عشان في ناس فاكره ان التثبيت ده بيثبتني بس مش بينزل في الوزن، فهو بينزل كمان حوالي 10 كيلو. ايوه، لا بجد المنتج تحفه وبجد فيه مصداقيه جدا، وبنصح الناس كلها تطلب المنتج، لان انا كنت اصلا شكل، لان كنت باخد كورسات كتير قبل كده وما كنتش بخس، قلت لما اجرب دوت وربنا رضاني بجد، وانتوا بجد وقفتوا معايا والفريق الطبي تابعني يا حبيبتي. والله احنا اللي مبسوطين، بس عايزه بس اسالك بس سؤال، انت حسيتي بالفرق طبعا بين المنتجات اللي خدتيها قبل كده والمنتج ده؟ قولي لنا بقى ايه الفرق اللي انت حسيتيه واضح ما بين الكورسات؟ انا دلوقتي كنت باخد الكورسات اللي قبل كده، كانت ضربات قلبي بتبقى سريعه جدا، كنت بنهج وانا قاعده، كنت ساعات يعني يغمى عليا عشان انا عندي انانيا، تمام وكده. لا الكورس ده كويس وفي تمرين وفي متابعه، اهم حاجه المتابعه، كنت باخد الكورس ومحدش بيكلمني بس. طبعا عشان احنا بناخد حاجات ملهاش يعني مجهولة المصدر. أيوة. بس الكورس بتاعنا احنا عارفين معانا ارقام ومعانا متابعه، فمبسوطين بجد والله. على الفيسبوك كمان الحاجات ديت خلتني ان انا بجد ان انا اطلب الكورس بجد، يعني قعدت اعمل سيرش على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا لقيتكم ان انتم مصدقين بجد. طيب الحمد لله، وده طبعا شرف لينا، وانا عايزاكي ترجعي تكلمينا بقى بعد ما تثبتي او توصلي الوزن اللي انت عايزاه، ارجعي كلمينا تاني طبعا. عشان تفرحينا ان انت وصلتي للوزن اللي انت عايزاه. لا قبل ما تقفلي طبعاً. بقى قولي لي بقى قبل ما تقفلي، كنت بتاكلي كل حاجه ولا كنت متابعه نظام؟ بصراحه رحتي فين؟ رحتي فين؟ قفلتي ليه؟ بصوا يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه، هترجعي لنا تاني؟ طب بصوا طب بيكلمينا تاني يا حبيبتي. بصوا يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه، السؤال اللي دايما بيتسال لي، وعلشان كده انا كل حلقه لازم اكد على السؤال ده واجاوب عليه، لاني عمري ما هخسركم ولا هفقد اي مصداقيه بينا ولا اي حاجه. يا ساره الكورس ده بيخسس؟ طبعا بيخسس يا ساره، الكورس ده بجد مصرح من وزاره الصحه، التصريح على طول قدامك على شاشه انه فعلا مصرح من وزاره الصحه. يعني انا كده كده لما اخد الكورس هتخسي؟ طبعا كده كده لما تاخدي الكورس هتخسي، بس هخس قد ايه وهخس في قد ايه؟ التصريح معانا اهو على الشاشه، ده الكورس مصرح من وزاره الصحه، هو اصلا مكون من اعشاب طبيعيه. الكورس ده انا اتسالت عليه، السؤال ده انا اتسالت عليه النهارده اكتر من 20 مره في اللايف اللي كنت طالعاه، وقلت لكم يا جماعه الاجابه هتلاقوها على الهواء. يا جماعه الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه، الكورس بتاعنا امن، الكورس بتاعنا فعال، بس ايه؟ ايه الحكايه بتاعته؟ الحكايه وكمان احنا دايما بنظهر لك بالعلب بتاعتنا، مش بنخفيها ومش بنشيلها ومش بنخبيها، الكورس بتاعنا احنا واثقين فيه. طب ايه القصه بقى؟ القصه ان في واحده بتخس 7 كيلو في الشهر و5 كيلو في الشهر، وفي واحده بتخس 15 و20، وزي ما انتم سامعين دلوقتي 25 كيلو في الشهرين. طب ده ازاي بقى؟ ان انا دلوقتي ساره عملت الاكله الحلوه دي، ساره بتاكلها ازاي؟ قلت لكم وهقول لكم في كل حلقه. معلقتين حلوين رز، 4 5 6 معالق سلطه، وقطعه الفراخ بتاعتي او قطعه اللحمه او البطين ايا كان البروتين اللي انا هاكله. المهم ببدا بالسلطه وبعدين بالخضار وبعدين باكل الاكل بتاعي، ما ببداش بالرز،
ما ببداش بالمكرونه. طب والعشاء يا ساره؟ على قد ما بقدر طبعا يا جماعه. الكورس ده بيخلي بيساعدك على ايه؟ انا هقول لك انا يعني كست كده زي ست بيت زي زيكم، بيخليني بدل ما اكل طبق قد كده بيخليني اكل طبق قد كده. انت بقى شغلي مخك، الطبق اللي قد كده فيه ايه؟ فيه بسبوسه وكنافه ومكسرات وشوكولاته وعسل وقطايف ولا فيه ايه؟ لا ده الطبق ده فيه سلطه، ده فيه فاكهه مشكله، ما قلنالكيش ما تاكليش كذا، ما اديناكيش قايمه ممنوعات، واللي انا بقوله ده اللي مخلي ما شاء الله طول الوقت نتائجنا هايله. ما بنقولكيش زي اي حد بيطلع انت تاخدي الكورس وكلي كل اللي افطري فطير، اتغدي جاتو، اتعشي تورته، لا يا ماما مفيش حاجه اسمها كده. غلط على جسمك فعلا. غلط على سكرياتك، غلط على كوليسترولك، كوليسترول غلط على كل حاجه في غلط على كليتك، غلط على كبدك يا حبيبه قلبي. انت ظبطي الصبح صحيه، نص رغيف عيش بلدي، خيارتين، خاصتين، ده بيضتين، ده ثلاث اربع معالق فول، ده طعميه بس في الاير فراير او حتى بنقطتين زيت، ايه المشكله؟ كلتي تمام تمام. نبعد بقى عن حته الشوكولاته، نبعد بقى عن حته البسبوسه، نبعد بقى عن حته الكنافه، نبعد عن الكلام ده، وانا اهو وانتي اهو. ويا سلام بقى لو سمعتي كلام ساره، يا ستي انزلي ثلاث ايام في الاسبوع اشتري طلباتك، يا ستي اطلعي سلم بيتكم وانزليه، اطلعي سلم بيتكم وانزليه مرتين ثلاثه، ولو ما نزلتيش نزول في الوزن رهيب. الكرسي بتاعنا بيساعدك على سد الشهيه، بيعلي معانا الحرق، لكن انتي تساعديه بقى ان انت تبعدي عن السكريات، تبعدي عن المقليات وكل اللي ساره عاملاه. ساره دايما جايبه لكم الخور كله، تعالوا كده بصوا معايا، شوفي ساره عامله لك ايه النهارده في الفرن، هتاكلي منه اللي انت عايزاه، شويه رز بسمتي مع حته فرخه، بصوا جمالها في كده يا جماعه. زي ما قلت لكم وهفضل اقول لكم، زي ما بجيب لكم اكلات المحلات اللي بندفع فيها رقم وقدره، بجيبها لك لحد باب بيتك ولحد عندك بكل سهوله واريحيه ومقادير بسيطه، بكون بدون مكونات قد كده تعمليها وبدون تكاليف قد كده، برضو بجيب لك الكرسي لحد باب بيتك. المتابعه مجانيه، الشحن مجاني، دايما معايا عروض، دايما عندي خصومات، هخليكي تخسي وانت قاعده مكانك. كل اللي عليكي هتصلي على الارقام موجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت دايت لايف، هتطلبي الكورس وهيجي لك لحد باب البيت. المتابعه مجانيه والشحن مجاني. معانا تليفون. الو الو استاذه شاهين، انت ازيك؟ ازيك يا شيخ ساره؟ عامله ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. بيقولوا حاله خست. الحمد لله انا اخدت كورس الشهر الاولاني وخسيت عليه 9 كيلو، كنت 91 بقيت 82. طب امانه امانه يا شاهين، امانه امانه، بتاكلي كل لله. حاجه ولا ماشي على نظام؟ والله لا انا بس انا كنت باكل بس كميات قليله، انا يعني كنت باكل بس شبعت. يعني بتلاقي نفسك شبعت؟ بلاقي نفسي شبعت. تاني حاجه بالفطر الحلويات دي كنت مدمنيها، ما فيش اجي اقرب لهم، مش عارفه اكل منهم حاجه، مش عارفه اشرب، مش عارفه اعمل ايه. كانت يعني مدمنه للمياه الغازيه والسناكس بصوره عامه ومنعتهم. منعتهم خالص، انا ما حبيتهمش اصلا. هي ما بقتش قادره لان اصلا الكروميوم ده بيخليه سكر الدم عندي يتظبط. برافو. فبالتالي يعني احساس الشراهه ناحيه السكر دي عندي بتقل. حلو ده. حلو. الحمد لله. شرفتينا ونورتينا يا روحي، وميرسي على المكالمه الحلوه دي، ويا رب تخسي وتوصلي للي انت عاوزاه. قولي لي تاني كده. قولي لي تاني كده، انا دلوقتي لو عندي فرح وعايزه اخس 10 كيلو اخد ايه؟ هناخد طبعا كورس الشهر. تمام. بس اللي احنا زي ما قلنا عليه دلوقتي، الناس بتقعد تسال طب هو لما انا هقلل او هبدل الاكل يبقى انا عملت كده ايه؟ ما اروح اعمل دايت عادي وخلاص؟ لا يا جماعه، الكورس ده بيساعدني ان انا اعمل كنترول على الشهيه، يعني بعد ما كان عندي شراهه بتخليني اكل اي حاجه قدامي واي حاجه ما بحسبش انا باكل ايه، لا هبقى عندي او عندي كنترول ان انا اعرف اكل ايه واقسم اكلي ازاي، لان انا حاسه بالشبع. فدي اهم حاجه بتساعدني في الكورس. طبعا كورس الشهر ده قلنا عاملين عليه تخفيض 30% ومعاه الفيتامين دي هديه، ده بينزلني من 10 ل 15 كيلو في شهر واحد بس. كورس الشهرين بقى للناس اللي عايز تنزل من 20 ل 25 كيلو وعايزه تتخلص من كل الدهون المتراكمه في جسمها، هتاخد كورس الشهرين. كمان عاملين عليه تخفيض 40% والفيتامين دي وكريم شد الترهلات اللي قلنا بندهنه يوم بعد يوم على المناطق اللي فيها دهون عنيده. الناس بقى اللي عايزه تنزل اوزان كبيره 30 35 كيلو، كورس الثلاث شهور اللي فيه علبه التثبيت، العلبه الخضراء دي كمان بتنزلني في الوزن، مش بس بتثبت وكمان بتخلصني من السوائل الزايده. ده عليه تخفيض 50% وبرده الهديتين كريم شد الترهلات وفيتامين دي. الكورس المكثف اللي بناخد فيه جرعة مكثفة للأوزان الكبيرة جدا اللي عايز تنزل بطريقة أسهل وأسرع، بناخد جرعة مكثفة من العلبتين دول، واحدة قبل الفطار وان سليم والوان فيت
قبل الغداء بنص ساعة، بنكمل تاني شهر بنونفت، وآخر شهر بنثبت بعلبة التثبيت الوان بيرفكت. كمان عليه تخفيض 60% وكريم شدة الترهلات وفيتامين دي. وطبعا قلنا ان هو مصرح من وزارة الصحة المصرية. التواصل عن طريق الارقام اللي موجودة على الشاشة او عن طريق صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف، والمتابعة مجانية، وكمان الشحن بيكون معانا مجاني. حلو قوي الكلام ده. اهم حاجة يا جماعة المتابعة المجانية. طيب المتابعة المجانية دي عبارة عن ايه؟ سارة اللي بترد عليكم مثلا، لا والله انا عندي كم معلومة يعني ناتجة عن خبرتي دي اللي انا بقولها لكم. طب يا سارة مين اللي بيرد علينا؟ بيرد علينا اساتذة وخبراء واخصائيين ودكاترة، ده شغلهم، هم عارفين. طب انا عايزة الكورس. لا حضرتك عايزة كورس ايه؟ انا عايزة الكورس اللي شوف سارة طلعت بيه. انهي فيهم؟ احنا معانا اربع كورسات باربع عروض. اول حاجة بيتم سؤالها اسمك ايه؟ سنك كام سنة؟ وزنك ايه؟ طولك ايه؟ هنا بيتم التحديد من الاخصائي بحالتك. انا ما اعرفش حالتك. طب حالتك الصحيه ايه؟ لا انا عندي خمول في وظائف الغده الدرقيه، لا انا عندي سكر، لا انا عندي ضغط، لا انا عندي كذا، انا عندي كذا. هنا بيتم الرد عليكي بالشيء اللي يناسبك، بالكورس اللي يناسبك. طب يا ساره ايه مثل العرض بتاع الكورس بتاعنا؟ الكورس بتاعنا يا جماعه كل مميزات، احنا طبعا يعني مش هنتكلم عنه، هو الراجل متواضع جدا. الكورس بتاعنا زي ما قلنا وبنقول وهنفضل نقول مصرح من وزاره الصحه. آمن وفعال لأنه مكون من أعشاب طبيعية، يعني ما فيهوش مثلا أي مكون بيشتغل على الدماغ ولا على المخ ولا على القلب، لا خالص. الكورس بتاعنا هو أوريدي مكون من أعشاب طبيعية. طب الكورس بتاعنا يا سارة إيه تاني مميزاته؟ مميزاته كثيرة جدا. الكورس ده يا جماعة ما شاء الله بيساعد على سد الشهية، بيعلي الحرق، وأهم حاجة بقى طبعا أهم حاجة بعد إنه مصرح من وزارة الصحة، إن الكورس بتاعنا دايما ليه عروض. يعني أنا دلوقتي عندي اتنين بلوزة ولا فستانين ضيقين عليا، بدل ما أروح أشتري بلوستين جداد او ولا حتى بلوزه واحده جديده، لا انا هشتري كورس هيخليني اخس في الوزن. طب ما انا لسه هدفع فلوس توصيل، لا مجانا. طب انا لسه هتابع مع دكتور، لا احنا عندنا متابعه مجانيه. متابعه مجانيه والشحن مجاني، مش هتدفعي جنيه شحن ولا جنيه متابعه، ولا هنقول لك بقى انزلي كل اسبوع روحي للدكتور وتعالي من عند الدكتور، سيبي الولاد مع ماما، ولا دوري على اي حد، ولا خدي اوبر رايح واوبر جاي. كل ده من عندنا انت ليكي متابعه اسبوعيه عشان تسالي انت نزلتي كذا، زي المتابعات اللي هنشوفها دلوقتي حالا. والمتابعات دي انا دايما بوريها لكم يا جماعه بتكون عباره عن ايه؟ اسكرينات جايه لي من جوه محادثات الحالات مع الخصائيين والخبراء والدكاتره. ومعانا النهارده الريفيوهات دي، يلا بينا نشوفها مع بعض. معانا اول حاله تحت اشراف دكتور هايدي. اهلا وسهلا، انا مدام شاديه، انا خسيت 15 كيلو في 40 يوم، بجد منتج فظيع، برافو يا استاذه شاديه. يلا بينا على الحاله الثانيه تحت اشراف دكتور نبيله. تمام، انا كنت 99 بقيت 89، كويس يعني، ويعتبر لسه كمان باقي 3 ايام على الشهر، برافو برافو برافو، يعني بتتكلمي في شهر الا 3 ايام خست 10 كيلو. معانا الحاله الثالثه تحت اشراف دكتور ندى، بتقول انا خسيت 16 كيلو في اقل من شهر، كنت 128 بقيت 112 في اقل من شهر. يعني حاجات جميله، معانا دايما عروض، معانا دايما خصومات، توصيل مجاني، متابعه مجانيه. ما بنطلعش نقول لك انت لازم تمشي على نظام، احنا هنديلك ورقه هتحطيها على باب الثلاجه كده في الرايحه وفي الجايه تسد نفسك. ممنوع 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 ممنوع. والمسموح ايه المسموح؟ يعني انت خليت حاجه مسموح، الخيار مسموح والخصم هو انا قرده، خيار ايه اللي مسموح؟ هو انت شايفني ايه انا؟ وجرجير ولا انا بني ادمه طبيعيه عايز اكل رز ومكرونه وخضار ولحمه وفراخ؟ انا ربنا خلق الاكل ده من ملذات الحياه. انا قلت لكم يا جماعه في ناس عايشه عشان تاكل واحنا بناكل علشان نعيش. لا انا باكل، انا عايزه اكل، انت ليه والغدا تونه نروح ادور ولفلف في السوبر ماركتات على تونه معموله بميه للضيق؟ ليه يا بابا؟ مال التونه بزيت عادي، الشحم عادي، يعني مش حطي طبق التونه حبيبتي قلبيه بشويه مكرونه مسلوقه وبمعلقه زبده على الطاسه وقرن فلفل حامي، والله العظيم هتخسي، وانا بحلف بالله. بس قلت لك تعملي ايه؟ سنة زبدة صغيرة مش كتيرة، شوية مكرونة صغيرين، يعني تقريبا هاتي نص كوباية مكرونة مسلوقة وحطي بقى الكلام ده، وكتري خيار بقى وكتري جرجير بقى وعصري ليمون بقى. ولو ما خستيش تعالي هنا قولي لي سارة انت بتحكي عليا. يلا بينا نقول بقى موضوع المسابقة يا جماعة. أنا قلت لكم شرط أساسي من شروط مسابقتنا الحضور. الأسبوع اللي فات كسب معانا، قولوا لي اسم تاني يا جماعة. الاسبوع اللي فات كسب معانا استاذه ياسمين فيصل وما عرفناش نتوصلها، وقلنا يا جماعه استاذه ياسمين يا ياسمين يا ياسمين، ياسمين ما ردتش علينا وما عرفناش نتوصل لها. فيلا بينا نعمل اسمها ايه الدوره اللي احنا الرولينج، يلا بينا شغلوا رولينج يا جماعه. يلا بينا 3 2 1 يلا
يلا نشوف سعاده الحظ. ويا جماعه ارجوكم ردوا بقى عشان تيجوا معايا السبت الجاي بقى، انتوا هزروا كده. سعيده الحظ استاذه ولاء احمد، استاذه ولاء احمد الرولينج طلع استاذه ولاء احمد، يا ريت بقى تردوا يا جماعه، تخشوا مسابقه وما تستنوش الـ 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 يعني ده مش طبيعي اللي بيحصل ده. ان شاء الله استاذه ولاء يا جماعه ترد علينا، بيتوصلوا لها في الكنترول وتكون موجوده معانا. انا بقى عايزه اروح اطلع الفراخ، يعني بستاذن حضرتك اكسكيوز مي، ابص كده لو سمحتي على فراخي، مندي هاتي تكاتي، لا ده تكه مش تكه مش مندي. بصوا لي كده يا خلاصي على فرختي الحلوه، انت عامله ايه يا ساره؟ احنا عاملين كلام حلو، قلت لكم يا جماعه 20 دقيقه والنتيجه تبقى ايه؟ انا عايزه النتيجه دي. طبعا انتوا خدتوا بالكم ان انا ما قعدتش اشكشك واخرم وبهدل في الفرخه وانا بدخلها الفرن وانا بتبلها، ما قعدتش اشكشك واقول لكم عشان التتبيله تخش جواها، لا ليه بقى يا ساره؟ عشان انا مش عايزه افقد العصاره والجوسي بتاع الفراخ، هي صغيره ومتقطعه وهتطلع معاكم زي ما انتوا شايفين كده عالميه. بصوا العالميه ولا مش عالميه؟ بصوا انا عايزه اقول لكم بقى هتجيبوا لي الفرخه دي من بره بكام. هنا في مطبخ البلد بنعملها لك بمنتهى الحلاوه، وطبعا زي ما انتم شايفين اول بقى ايه الفرن ده مش هياخد معانا وقت في التنظيف، بس نظفيه هو ايه سخن، مش هياخد معانا اي وقت خالص. ايه رايك بقى كده؟ انا هاخد بقى فراخي الحلوه دي وانت تقولي لنا على العروض. تسلم ايدك طبعا كالعاده، ريحتها إيه. عالميه. لا بجد ريحه انا مستنيه بجد بعد الحلقه. لا ما تحبكيش حبيبتي، نحطها بقى في الرز دلوقتي ونعمل صينيه مطاعم. طبعا المطاعم هي حبشتك طبعا، كلنا هناكل وهنجرب الاكل اللي انت بتعمليها، ما تقلقوش يا جماعه، احنا قلنا معانا حاجه هتخلينا ننزل أيوة. في الوزن بكل سهوله. طبعا الناس الاطفال الكبار بقى اللي بياخدوا ادويه، كل الناس دول يقدروا ياخدوا معانا الكورس، هيقلل معاكي الشهيه، هتاكلي كميه قليله جدا بكورس الشهر اللي هينزلني من 10 ل 15 كيلو. ده عاملين عليه تخفيض 30%، وكمان الفيتامين دي ده من الهدايا. ده بسميه كورس المنقذ للناس اللي عايزه عندها مناسبه سريعه. طبعا في الافراح دلوقتي طبعا داخلين على مدارس، بس برضو في ناس لسه افراح ومناسبات، ربنا يكتر يا رب من افراحنا. انا كنت فرح امبارح، استنوا كويس. كنت فرح امبارح، ما اقولكوش بقى كل اللي شافني اللي ساره خسيتي يا ساره. امبارح كانت الدعايه للكورس اعلى ليفل، كل اللي شافني امبارح الكورس عامل عمل ايه والبس بقى. انا عمري ما كنت بلبس غير اسود، عمري ما كنت بلبس عشان يلم من هنا ويلم، هعمل ايه؟ امبارح كنت لابسه دريس اخضر، ما اقولكوش بقى. ايوه طبعا احنا خلاص كده لازم بقى الوان والصيف. ايه اللي هنلبسه لو نزلنا في الوزن؟ الاسود ده خلاص المفروض نعمل عليه اكس، مع انه طبعا يعني لون جميل، بس المفروض ان احنا ننزل في الوزن ونلبس كل اللي احنا عايزينه. كورس الشهرين بقى لو عايزين ننزل من 20 ل 25 كيلو في شهرين بس يا جماعه، متخيلين؟ في اقل من كده، في اكتر من كده. ده عاملين عليه تخفيض 40% ومعاه الهديتين، فيتامين دي وكريم شد الترهلات. كورس الثلاث شهور بديل عمليات التكميم، هو كل الكورس بديل عمليات التكميم وتحويل المسار بس من غير اي مشاكل ومن غير اي مضاعفات، بيديني نفس المفعول، بيحرق من جسمي كل ده بثلاث كبسولات، باخد كبسوله واحده طبعا قبل الفطار، ولمده ثلاث شهور بتنزلني 35 كيلو. عاملين عليه تخفيض 50%، انا هاخده بنص الثمن، بيوصل لي ثلاث منتجات وكمان الهديتين الفيتامين دي وكريم شد الترهلات، ده اللي بندهنه على المناطق اللي فيها دهون عنيده. الكورس المكثف للناس اللي عايزه عندها يعني مناسبه سريعه وكمان وزنها كبير جدا، فعايزه من اول شهر تحس، يعني 15 كيلو دول ثلاث مقاسات، يعني انا لو بلبس اكس لارج ممكن اوصل ان انا البس ميديم، لو انا نزلت ال 35 كيلو وال 15 كيلو في شهر واحد. اول شهر بناخد العلبتين دول، واحده قبل الفطار وواحده قبل الغداء، بنكمل بتاني شهر العلبه الحمراء، وتالت شهر بنثبت بالعلبه الخضراء اللي بتخلصني كمان من السوائل الزايده. ده عليه تخفيض يا جماعه 60% وكمان فيتامين دي وكريم شده الترهلات. ده غير الرحله بتاعه العين السخنه اللي قلنا، اللي لسه دلوقتي طبعا قاعدين بنتكلم ان في ناس بتكسب معانا رحله العين السخنه كمان مع مرافق، والكورس مصرح من وزاره الصحه المصريه، كله اعشاب طبيعيه للاطفال اللي عندنا اطفال فيهم عندهم زياده في الوزن، يقدروا دلوقتي تلحقوا ولادكم من التنمر ومن السمنه ومن الحاله النفسيه اللي بيعانوا منها. كمان المتابعه معانا مجانيه والتوصيل مجاني، والارقام بتبقى ظاهره معانا على الشاشه لو عايزين نطلب الكورس، والصفحات صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف، وصفحه وان سليم على الانستجرام.
ناقصكوا ايه بقى دلوقتي؟ انا عايزه افهم بقى، تعالي ناقصك ايه كده وانت قاعده مكانك كده؟ ولا هنحرمك من حاجه؟ احنا كل ما بنحرمك منه شويه حاجات والله بتكون دهون كتيره جدا ومش بنحرمك منها طول الحياه، احنا بنقول لك بس غيري لايف ستايل، يعني الحاجه دي كليها في الويك اند. يعني مثلا في حلو عايزه اعمله لكم كده، عباره عن فادي شوكولاته، كيك شوكولاته كده مسقيه بلبن بالشوكولاته، واخده طبقه ثانيه من الشوكولاته عباره عن كريمه شوكولاته، والطبقه الثالثه بقى شوكولاته دايبه في زبده. يعني انا لما عملتها كنت لازم اكلها، طب انا اعملها ليه بقى؟ اعملها الخميس، اكل منها الخميس حاجه بسيطه، واكل منها الجمعه حاجه بسيطه، اكل منها يعني بعد الفطار بساعتين، بينه وبين الغدا ساعتين ما اكلهاش. ودي معلومه انا خدتها من استاذه مها، ما اخدهاش ابدا الصبح كفطار، ما اكلش ابدا الصبح حلويات. زي ما قلت لكم طول ما انتم متابعونا ان شاء الله في مطبخ البلد هتلاقوا كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد في مطبخ البلد. احنا مش بنقول لك احرمي نفسك من كل حاجه، دايما بقول لك الحلو خليها يوم في الاسبوع حتى الحاجه تبقى عزيزه. يعني انت لو كل يوم بتجيبي لاولادك كاندي وتشوكلت وحاجات حلوه، تقدري تقولي لي هتكافئيهم بايه؟ يعني لما يعملوا حاجه حلوه دلوقتي ويذاكروا يبقوا شاطرين هتكافئيهم بايه؟ نفس الكلام انت برضه بتعملي في صحتهم ايه كمان؟ يعني زياده في الوزن، حلويات هيمنع الاكل وهلخبط له جسمه، هيبتدي بقى كل ده هبقى انا اللي ابتديت بيه من الاول طبعا، زياده في الوزن واسنان مسوسه وحاجات صعبه جدا. لكن خلي الحلو موجود بس يوم في الاسبوع، اعملي عصير يوم في الاسبوع، الفاكهه كليها على بعض. انا زمان كنت دايما اقعد اضرب في الخلاط، انا اتعلمت برضو لما جيت هنا البرنامج انك تاكلي الفاكهه على بعضها عشان اليافها تساعدك على الشبع، ما تعصريهاش. عارفين في دكتور قالت لي لما دلوقتي تيجي تعملي كوبايه عصير برتقال، كم برتقال عشان الكوبايه دي تطلع؟ 3 برتقالات. انت كلي واحده هتشبعك واليافها هتشبعك، فان شاء الله بامرك يا رب هتلاقوا دايما في مطبخ البلد كل ما هو جديد. انا عايزاكم بس تفضلوا دايما متابعينا وتقولي دايما رايكم وتقولي دايما حابين اعمل لكم ايه تاني، ورب اكله النهارده تكون عجبتكم. بدل من الطبخ الطبيعي النهارده كنا هنطلع الفرخه دي هنسلقها ونعمل جنبها شويه ملوخيه ورز بشعريه، ولا هنحطها في بسله، اعملي جنبها شويه رز بسمتي، سلطه دقوس، اعملي جنبها شويه بطاطس ويدجز، اعملي جنبها شويه رز بسمتي، غيرتي الاكله وخدتيهم كانهم قاعدين في اكبر مطعم للحاجات الحلوه دي، وغيري الروتين. وزي ما قلت لك دايما هنفضل نوفر لك الوجبه الاقتصاديه ام سعر جميل جدا، اللي الوجبه بره يعني قد كده ما تكفيش فرد، انا بقى بعمل لك اللي تكفي اسره 4 و5 اشخاص دايما هتلاقيها عندي. برضو هفضل اقول لك هتخسي وانت قاعده مكانك بدون ما تروحي عند دكتور، ولا محتاجه بادجت عالي، الموضوع سهل وبسيط. كل اللي عليكي تعملي تسلي ارقام موجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف هتطلبي الكورس وهيجي لك لحد باب البيت. المتابعه مجانيه والشحن مجاني، صح ولا ايه؟ صح طبعا. في احسن من كده؟ لا طبعا ما فيش احسن من كده، لان احنا دايما نقول للناس بجد اي حد خايف من زياده الوزن كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل حاجه تساعدنا على ان احنا ننزل في الوزن. اي حد عايز ينزل في الوزن هيقول لك اعملي 1 2 3 4، الاربعه دول كل الناس تقريبا عارفاهم او معظمنا عارفين ايه هو الحل، بس انا فين الاراده اللي تخليني اعمل كده؟ اللي يخليني اعمل كده حاجه هتسد معايا الشهيه، وده طبعا موجود معانا في الكورس ده، غير عروض بتاعتنا والهدايا عشان الناس اللي مثلا عايزه تجرب، معانا تصريح من وزاره الصحه المصريه، معانا كل حاجه تدي لك الامان ان انت تطلب الكورس بكل امان. اشكرك ازاي على ان انت دايما معايا، انا اقول قولوا وانت تقولي ما تخافوش، يعني مش عارفه مش ضدي. بجد شرفتينا ونورتينا يا استاذه مها، شكرا على حلقتك الحلوه اللي بتضيفها زي العسل والله، انت العسل. ويا رب كمان اكون ضيفه خفيفه على قلبكم وتكون حلقه النهارده عجبتكم، وان شاء الله استنونا في حلقات احلى واحلى واقوى واقوى، وكنتم مع مطبخ البلد.